اسعد الله يبارككم من لاس مدد وفيصل جاك من جديد، واليوم بعلمكم كيف ترس بنو الارنب القاتل او الكل الرابت. فبعلمكم كيف ترس بنو بامر واحد، من كثر ما هو نادر نسبة ترس بناته في السرفايفل واحد من الف. يعني لو كنت في السرفايفل كل ما تشوف الالف، كل ما تشوف الف ارنب في السرفايفل تشوف منهم بس واحد ارنب قاتل. الزبدة انه هو مرة نادر ويقدر يضربك وكذا. فنبدأ بالشرح وبسم الله. اوكي، عشان ترس بنو تقدر تستخدم اي كومنت بلوك او عادي تكتب الامر بدون كومنت بلوك. فالامر هو سلاش سمون، تكتب رابت، رابت يعني ارنب. طبعا لازم تكتب رابت بالكابيتال ار، بعدين تحط ثلاث علامات هذه اللي هي انه رس بن الرابت في مكانك اللي انت واقف فيه. بعدين تفتح قوس وتكتب فيه رابت تايب يعني نوع الارنب. فلازم تكتب مثل ما انا كاتب بالضبط، بعدين تكتب يعني نقطتين فوق بعض تكتب الرقم 99 بالضبط نفس الشيء وتقفل القوس. كده حيرسبن لك الارنب القاتل. فاذا كنت في الهارد مود او الطور الصعب اللي في ماينكرافت، كل ضربه يضربك بها الارنب القاتل ينقصك 6 قلوب كامله، يعني ضربتين ويقتلك على طول. فهذا كل شيء، شكرا لا تنسوا لايك سبسكرايب كومنت شير، وشكرا على دعمكم المستمر، ومع السلامه.